انا بوغ موا الوقت شي حاجه اللي ضروريه في حياتي. انا اصلا جو سوي تري اورغانيزي وكنحاول ننظم الوقت بواحد الطريقه اللي هي جد ضروريه بزاف 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 في حياتي، بحكم انني احنا في مدينه كبيره كنخدم خدامين. انا في خدامه في مدينه الدار البيضاء، مدينه اللي هي كبيره وفيها لومبوطياج بزاف، والوقت مدروك 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 بزاف. وبأنا ملي كنت كنقرا وفي وتا في الميدان العمل ديالي وفي حياتي الشخصيه عندي الوقت مهم جدا، وكننظم بزاف المواعيد ديالي. انا كنعتمد كنخدم على اجندا هي اللي كنخدم بها في حياتي ولا في الخدمه ديالي. يمكن بحكم انا ملي كنقرا قريت في مدرسه عليا، يعني عندنا واحد الالتزامات باش نردوا لي بروجي ديالنا الاساتذه، وهذه ماشي بحال المدارس العاديه الاخرين. اذا كان من تما الوقت ضروري حاسم بالنسبه ليا. في الخدمه كنخدم في واحد الدومين اللي هو فيه عندي لي زونجاجمون مع لي كليون، لي زونجاجمون مع لا يغشي، كنخافو من لي ريكلاماسيون، كنخافو من لي فيدباك ديال لي كليون. دونك ضروري يكون عندي الوقت منظم، وانا خدمتي بهذه الطريقه هذه منظمه كتريحني، كنحس بالراحه الصراحه. ما نقدرش نخدم انا لي دوسي في نامبورت كيل دوسي، نامبورت كيل مومون، نامبورت كيل اوغ. عندي لي دوسي باغ بريوريتي، لي كليون باغ بريوريتي، الخدمه ديالهم اي حاجه اي حاجه كنعطيها وقتها. في حياتي الشخصيه كذلك، ملي كنخرج من الخدمه ضروري خصني ندي ولادي للدار، خصني ياكلوا الوجبه ديالهم، يتعشاو وينعسوا في الوقت، ما يمكنش غنرول لهم حياتهم. بهكذا كنرتاح انا وكيرتاحوا هما، وتدار ديالي كتكون كلشي مورغانيزي. انا ولفت هكذا، حتى ملي كنمشي عند الطبيب ولا كنمشي نقضي شي غرض، انا اصلا ما كنعطيش شي موعد لشي واحد، اولا كنمشي للطبيب ديما خصني نكون ربع ساعه بالنسبه لي هذه ضروريه. وما كنحملش صراحه، كنكره اللي ما كيحترمش المواعيد ديالو. خصني ندير بحساب لومبوتياج، كندير بحساب الوقت اللي فين غنستاسيوني، فين لقبيش نستاسيوني، هذا مشكله كبيره حتى هو عندنا في كازا. بهذه الطريقه هذه كندير حسابي وكنوصل في المواعيد ديالي. كنفضل نوصل قبل ما نوصلش معطله.